الدواور اللي هما دواوير ديال تيفني اللي كيوعدوهم رؤساء الجماعات باش يدوزوا لهم طريق سنين هادي ومازال ما دازش الطريق ولحد الان. وهذا الشيء راه كاين، كنهضر على شي حاجه اللي كاينه اللي انا عايشها اللي هي ضراتني في خاطري، وكنتمنى من المغاربه كما تضامنوا معنا الله يجازيهم بخير، راه داروا خير فينا الله يجازيهم بخير، الله اللي كيجازي اي واحد دار شي عمل خيري. الله يرحم الوالدين كنجازيهم على المبادره اللي داروها، وكنشكر سيدنا اللي هو حتى هو تدخل وعطانا حقنا ومازال ما شفناش امام الواقع. كاين اللي استفد، ماشي ما كنقولش ما كاينش اللي مستفد، كاين اللي استفد، ولكن كاينين شي وحدين اللي ما كيستحقوش واستفدوا، وكاينين شي وحدين اللي هما ماتوا ولادهم، والسيد كنعرفو مات ليه مراته وولادو وكلشي، مشات ليه حياة باطلة وما عنده حتى باش يعيد. دابا حاليا ما عندوش باش يعيد، قسما بالله الا كاين الاسر، قسما بالله الا ما كاينش باش يعيدوا. علاش هاد الشيء؟ علاش الناس غتبقى حتى ليلة هكا؟ راه دابا دازت علينا الشتا، كتلج كيطيح في البلاد، الحمد لله بلي ما طاحش هاد العام، ولكن كان البرد القارس، كتلقى الما جامد في الطاسي الا خليتيه، كتلقى الزيت بلديه جامده. علاش هاد الشيء؟ ودابا حاليا كيعانوا دابا من الصاد، منهم للسما. كيفاش القيطون اللي هو ميكا 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 دخل ليه في وسط النار والشمس حاره فوق منك، كيفاش غتدخل ليه؟ كيفاش غتبقى فيه؟ كيفاش غتدوز فيه النهار؟ وما عندك فين تمشي لا انت لا ولادك، وكيفاش دوك العيالات اللي هما حاملين اللي هما غيولدوا في دوك الكياط، كيفاش غيعانوا؟ كيفاش ديك التربيه غتعاني؟ والطريق ما كايناش من ويركان، من ويركان حتى لتيزي انت 70 كيلومتر ما كايناش، مازال ما دازش. علاش هادي سنين هادي سنين ديك الطريق سبعه ما دازش؟ علاش؟ وكاينين الطرق اللي هما خرجوا في 2011 فينا هما ما شفناهمش، علنوا بها بانه هاد الطريق راه خرجت ليها الميزانيه قد وقد، بحال ديال الدوار ديالي ديال تدفال في 2011 خرجت ليها 500 مليون باش ديك الطريق توزع، باش ديك دوز بالمواصفات ديالها. فينا هي؟ فينا هي؟ في 2011 لحد الان ديك الطريق باقا هي هي، ما يدوزش منها كاميو، كدوز منها جوج رواي طوموبيله صغيره. فين يتكروازا الحديد؟ راه ما كاينش. فين يتكروازا الحديد؟ راه ما كاينش. وهذا الشيء راه هضرت معاه، فين هما؟ وهادي راه سيفتها للسيد العامل، فتح النوت، هادي هادشي قبل ما نوصل عندكم، هادشي راه كنجري من شحال هادي، هادي سيفتها للعمالة، وكشنو فيها؟ باش يرفعوا من الناس ديال اللي هما سميتو هادي، وكاينين اللي عطيتهم للسي عزيز أخنوش، اللي هو رئيس الحكومة ها هي. فداك المؤتمر اللي كان في مراكش، اللي داز في مراكش، راه كنت حاضر في داك المؤتمر وعطيتو هاد الوثيقة هادي باش يديوها فينا، ولكن لحد الآن مازال ما شفنا والو، لحد الآن أنا مازال ما شفت والو. من غلتش دابا أنا المن؟ راه ما خليت ما درت، أقسم بالله إلا ما خليت ما درت، راه ديك البلاد بغيتها تنمى، بغيت دوك الناس ما يبقاوش سعايا، ديك الناس اللي منطقة تما ما بغيتهمش يبقاو يجيبوا لهم القفة، يدوزوا لهم الطريق ويوفروا لهم كل شيء، راه ديك منطقة سياحية غادي نخدموا على ريوسنا، ما نحتاجوش شي واحد يعطينا مازال، إلا غير وفروا لنا داك الشيء اللي بغينا، راه ما نحتاجوش شي واحد يعطينا، ما بغيناش يعطينا شي واحد، يوفر لنا السبيطار ويوفر لنا الطريق ويوفر لنا كل شيء، راه حنا غنخدموا السياح تما. حنا كولاد المنطقة غنخدمو بلادنا، ما غنتسناوش من الحكومة تعطينا مازال شي حاجة، تعطينا غير هادشي اللي عطانا سيدنا. فينا هو؟ فينا هو هادشي اللي عطانا سيدنا؟ بغينا نعرفو فينا هو؟ فينا هو؟ هادشي راه كيمرض، والله إلا هادشي كيمرض راه ما عرفتش شنو غندير. أنا راه تقاتلت حتى عييت، ما خليت حتى باب دقيت، وما خليت حتى الحزب المغربي الحر سي اسحاق شاريه يطلي وقال لي جي الا بغيتي تهضر على حقك، انا جيت دابا باش نهضر على حقي وعلى حق هذوك الناس وعلى حق هاد الناس اللي انا كنمثل. راه بزاف ديال اللوائح هنايا، هما بزاف ديال اللوائح، الكاشني ديال الجمعيات كلشي، ها هو ها انت، بزاف ديال اللوائح هنايا ديال الناس الغير مستفيده. علاش هاد الناس ما كيستحقوش حقهم في هاد البلاد؟ علاش؟ علاش بغينا شي لجنه تخرج من هاد المدينه، من الرباط
يدوز لا سميتو دوك المناطق المنكوبه ويتحصاو دوك الناس من جديد. دوك الناس اللي باقي ما مستافدينش وكيستحقوا يتحصاو من جديد ويستحقوا. بغيناهم يستافدوا كيستحقوا الاستفاده. وكاينين الناس اللي هما شكون اللي غيتحمل المسؤوليه ديال هذوك الناس اللي هما تحرقوا في الغياب فاش وقع السيركوي ديال الضو في دوار الحنين في دوار الحنين. شكون اللي غيتحمل المسؤوليه ديال هذوك الناس مشاو ليهم نعاجهم مشاو ليهم فلوسهم اللي هما استافدوا من الدعم ديال الزنزال داكشي الوثائق ديالهم الرسم ديال النكاح كلشي مشى ليهم في ديك الفجعه اللي وقعت عاوتاني. كلشي مشى ليهم دوك الناس. شكون اللي غيوفر لهم عاوتاني ديك 2 مليون اللي كانوا خداو وشكون اللي غيشوفهم مازال؟ راه حتى واحد ما غيشوفهم. راه هاد الناس راه يا ربي غير يعطيو يكملوا لينا حقنا. راه باش يشوفوا في حاله دوك الناس اللي هما في الخيام راه محال واش يشوفوها. كنطلبوا من جلاله الملك الله ينصرو يشوف من حال هذوك الناس واعاده النظر في هذا المشكل هذا. راه حنا ما تيقل مازال لا في الحكومه لا حتى شي واحد. بغينا جلاله الملك هو يصيفط لينا شي لجنه خاصه وتقوم لينا بالواجب ديالنا. وراه هادشي راه من ربي صراحه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.